يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا بدايه برحب بكل جماهير النادي الاهلي بتبتدي معانا اسبوع جديد، واهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. عنوان النهارده الاساسي والابرز والاهم: فوز غالي في توقيت مهم. الفوز على فرقه امبي امبارح الحقيقه بنتيجه 1-0 كان جاي في توقيت في منتهى الاهميه. نهايه، نتمنى طبعا انها تكون نهايه مرحله من عدم الاستقرار بالنسبه للفرقه ومن عدم الاطمئنان بالنسبه للجماهير. هدف غالي لصلاح محسن، وهدف يعني في معظم التحليلات شفتها الحقيقه امبارح هدف صحيح طبعا لحسام حسن، ولكن تم الغائه بداعي التسلم. مش قصتنا الحقيقه، وهتكلم في تفاصيل الماتش وايه اللي اختلف في اداء النادي الاهلي النهارده عن المرحله اللي فاتت بشكل عام، وعن ماتش طلائع الجيش بشكل خاص. لكن القصه الحقيقه في توقيت الفوز في مرحله الحقيقه يمكن كانت حرجه جدا، وبدات تكون ملامحها بالنسبه او من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي انه في علامات استفهام كثيره جدا على اداء الفريق. ما كانتش القصه قوي قصه خساره لقب الدوري، وما كانتش القصه قوي قصه خساره سوبر مصري. اه زعلنا، لكن في النهايه علامه الاستفهام الكبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كانت هو في ايه؟ في حاجه غلط. كان الحقيقه والفريق بيبتدي على موسم جديد وعنده عدد كبير جدا من البطولات، الناس قلقانه، الناس مش مطمنه، الناس شايفه انه الفريق اللي ابدع ووصاله وجالة وسيطر واستحوذ على كل الالقاب في الفتره الاخيره بيقدم كوره مش هي كورته. وبالتالي فوز امبي نتمنى انه يكون بدايه تصحيح المسار، خصوصا مع بدايه موسم جديد، وخصوصا كمان مع الاسماء المحترمه جدا اللي انضمت للفريق. ومن هنا انا حقيقي حابب ابتدي حلقه النهارده عشان اللي جاي، واوجه كلامي لجزء مهم جدا واساسي، عمود فقري في جماهير النادي الاهلي اللي يقدر عددها بالملايين، مش هنختلف، هم الاغلبيه الكاسحه بالتاكيد من جمهور الكره في مصر هم اهلاويه. انا هنا بتكلم مع الناس اللي بتعيش وبتتنفس كوره، الناس اللي في حب النادي الاهلي ماشيه وراه في كل مكان. في جمهور بيحب النادي الاهلي لانه مصدر فرحه، وده قطاع عريض جدا من جماهير الكره في مصر، الاهلي بيفرحهم، الاهلي مصدر من مصادر السعاده في حياته. وفي جزء تاني مرتبط بفكره النجاح، الناس اللي حابه تكون دايما رانك نمره واحد، الناس اللي حابه دايما تكون متفوقه، الناس اللي بتحب دايما تبقى رقم اساسي في معادله التفوق، وبالتالي الاهلي هو انعكاس ده بالنسبه لهم. لكن في جزء عايش بيتنفس اهلي، في جزء دايما تلاقيه لما المدرجات ابوابها مفتوحه حاضر في المدرجات، لما حتى التتش بيبقى فاتح ابوابه عشان تمرين النادي الاهلي بياخد من وقته ومن مجهوده ومن فلوسه عشان يروح يتابع فرقته ويدعم لعيبته ويحمسه. في جزء لما الاهلي بيبقى راجع ببطوله او ماتش كسبان فيه من بره مصر، الناس بتاخد عربياتها او بتركب مواصلاتها وتروح تقابل الفرقه في المطار. الناس دي اللي عايشه على السوشيال ميديا عشان المدرجات طبعا مقفوله او مش مفتوحه تستقبلهم، الناس دي عايشه في جزء اساسي من يومها عايشه على السوشيال ميديا او عايشه فاتحه قناه النادي الاهلي 24 ساعه عشان تعرف اخبار النادي الاهلي. دول اللي انا بكلمهم، ودول اللي انا براهن عليهم في الفتره اللي جايه، لان احنا في مرحله دقيقه جدا وصعبه جدا. حقيقي فوز امبارح مطمئن، لكن اللي جاي كمان صعب. جاي بتكلم مع حضراتكم في عدد كبير جدا من البطولات، اهمها طبعا المشاركه في كاس عالم انديه ودوري ابطال افريقيا، وبدايه موسم بقى المسابقات العاديه سواء كان دوري او كاس. دوركم كان وما زال وسيظل هو حائط الدفاع الاول عن النادي الاهلي. وخد انت بالك بالذات، الجمهور اللي انا بكلمه جمهور الكوره، خد بالك بالذات انه حائط الدفاع الاول وخصوصا على السوشيال ميديا هو جمهور النادي الاهلي. ممكن تبقى مش راضي معاك، وممكن تنتقد، متفق جدا، وممكن في وقت من الاوقات كمان تبقى غضبان، لكن مش ممكن ابدا تكون حاله الضغط الجماهيري اللي بتمثلها او بتمارسها تكون ليها تاثير سلبي على فرقتك. مش مقبول حتى وان كان في بعض الاسماء او اللاعبين او حتى الجهاز الفني مش مقدم المردود او الاداء المتوقع منه، انك انت تكون حاجه تهدم في مشوار الفريق. وارجوكم دايما تنبهوا للسوشيال ميديا انها مخترقه، وارجوكم دايما تنبهوا ان في ناس كتير جدا بتدعي انها اهلاويه وهي لا ترتبط بالاهلي لا من قريب ولا من بعيد، وهدفها الاساسي انها تخلق حاله فتنه، تولع نار عشان تاثر على مشوار النادي الاهلي اللي دايما وان شاء الله باذن الله يكون ناجح. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه النهارده، وكالعاده رجعنا تاني نسال سؤالنا التقليدي في بدايه الحلقه: مين هم افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي في مباراه امبي بالامس؟ وبالمناسبه انا شايف انه على مستوى الكوره وفي تحديدا كمان في الشوط الثاني الاهلي قدم كوره كويسه،
انت الاكثر استحواذا، انت الاكثر صناعه للفرص. المشكله يمكن كانت في اللمسه الاخيره، واحساسي الشخصي كجمهور الحقيقه كواحد من جماهير النادي الاهلي انه اللعيبه الحقيقه بتعاني من حاله ضغط مش بدني مش نفسي، ولكن بتعاني من حاله ضغط جماهيري. الجمهور رغبه اللعيبه في انها تسعد جمهور النادي الاهلي كانت مأثره الى حد كبير جدا على مستوى ادائهم، وخصوصا في اللمسه الاخيره. ومن هنا برضو ممكن اقول رساله للاعيبه النادي الاهلي، طول ما انت بتدور على انك انت تبسط الجمهور ممكن تمشي على سطر وتسيب 10 سطور، لكن طول ما انت بتدور انك انت تقدم اقصى ما عندك، انك تبذل اكبر مجهود في التدريب، وانك انت تكون جاهز وفي حاله في اعلى درجات التركيز في المباراه، مره بعد مره بعد مره هتوصل للنتيجه الطبيعيه، وهي انك انت تنال رضا الجمهور. الفتره اللي جايه محتاجه ان احنا نحط الاهلي قبل اي شيء، قبل حتى اسمائنا وقبل مشوارنا وقبل نجاحاتنا، الاهلي قبل كل شيء. ان شاء الله نقدر نرجع اون تراك مره ثانيه. طيب نبدا بعناوين حلقه النهارده، والبدايه الحقيقه مع الاهلي راحه من التدريبات اليوم ويعود للتدريبات غدا استعدادا لبطل النيجر. الاهلي يبدا اجراءات السفر للنيجر لخوض ضربه البدايه الافريقيه. 24 لاعب في قائمه المنتخب استعدادا للمباراه الوديه مع ليبيريا. وليفربول يحتفل بانجاز صلاح التاريخي ودخوله قائمه افضل 10 هدافين. لايبزيج يسحق هيرتا برلين بسداسيه نظيفه في البونزليغا. واياكس يفوز على فريق جرونيجن بثلاثيه نظيفه. طيب نبدا مع حضراتكم تفاصيل الاخبار. خلينا الاول نتابع المرحله اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا النهارده الجهاز الفني قرر انه يدي الفرقه راحه، ومن بكره ان شاء الله الاثنين هيبدا بقى الاستعداد لمباراه بطل النيجر جندرمري ناسيونال. ده حاجه كده زي فريق تبع للشرطه في النيجر، هو بطل النيجر، وبالتالي هو هيكون بدايه انطلاقه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وبكره ان شاء الله يبدا الاستعداد للمباراه دي، هيكون تمرين النادي الاهلي في ملعب التتش. يمكن مستر بيتسو موسيماني قرر انه يدي لعيبه الفريق راحه النهارده من التدريب، بعد طبعا مباراه الامس اللي حقق فيها الاهلي الفوز بنتيجه هدف مقابل صفر. طبعا الهدف اللي احرزه صلاح محسن باسيست اكتر من رائع، يمكن هي اللمسه الابرز والاهم لمجدي قفشه على مدار المباراه، وفينش اكتر من رائع لصلاح محسن خلص بيه الماتش. ومناسبه ماتش جندرمري ناسيونال، خليني اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي بدا بالفعل بقى في التحضير للمواجهه، بدايه طبعا باجراءات السفر للنيجر. احنا يعني الحمد لله من حسن الحظ انه بشرة خير يعني سميها كده، ان احنا لعبنا السنه اللي فاتت برضو بطل النيجر في بدايه مشوارنا في افريقيا، كان السنه اللي فاتت النسخه الاخيره يعني مع سوني داب. السنه دي بنقابل بطل تاني ولكن من النيجر برضو، ان شاء الله باذن الله يكون سبيلنا او مشوارنا للوصول للنجم ال11 باذن الله. يمكن كابتن سيد مدير الكره في النادي الاهلي طلب من الجهاز الاداري الفريق انه يبتدي بقى التحضير، وانه يمشي في اجراءات السفر للنيجر عشان نلعب المباراه اللي هتكون بدايه انطلاقه المشوار في دوري الابطال، واللي الاهلي طبعا بيحمل اخر لقبين ليها التاسعه والعشر. المباراه دي هتكون في دور ال 32، ويمكن فريق جندرمري ناسيونال حقق الفوز في دور ال 64 على بطل بوروندي لوماسجير بهدف بدون مقابل في مباراه جامعه الفرقتين في مباريات الاياب في الدور التمهيدي لمسابقه دوري الابطال. طيب خليني اقول لحضراتكم بقى بين التحضير لانطلاق دوري الابطال نروح لمنتخبنا الوطني، وحضراتكم عارفين حتى انه ماتشات الكاس كان مفترض انه في مواجهه هتجمع بين الاهلي وبيراميدز الاسبوع ده، لكن عشان تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر الاتحاد راى انه يدي مساحه اكتر لمستر كارلوس كيروش عشان يشتغل مع المنتخب قبل المواجهتين المهمين جدا اللي هتجمع المنتخب مع ليبيا. وهما مباراتين بقوا مباراتين في منتهى الاهميه، يمكن يكونوا المباراتين الاهم في مرحله المجموعات، عشان طبعا ليبيا متصدره، وفي حاله اخفاق المنتخب المصري في التفوق على ليبيا في المواجهات المباشره ده يعزز من فرص ليبيا في صداره المجموعه، وده طبعا السيناريو اللي احنا ما نتمناهوش. لكن عشان ندي مساحه اكتر لكارلوس كيروش اتلغت المواجهه في مواجهات الكاس، وتقرر ان يكون في الفتره دي معسكر المنتخب، وبعدها او خلال المعسكر هيكون في مباراه وديه مع ليبيريا،
وبعد كده نروح نلعب ليبيا بقى ماتشين ذهاب وعوده. الجهاز الفني اختار قائمه اللاعبين اللي هينضموا لمعسكر فراعنه في الفتره اللي جايه استعدادا طبعا لمواجهه ليبيريا الوديه ومنها بعد كده لمباراتي ليبيا. خليني اوحدكم ماتش ليبيريا هيتلعب يوم الخميس اللي جاي الساعه 9 ان شاء الله بتوقيت القاهره، هيتلعب في استاد الجيش في برج العرب. القائمه خلينا نتكلم فيها بقى شويه مع حضراتكم. القائمه يمكن اثارت حاله جدل شويه. بدايه في حراسه المرمى تم اختيار كابتن محمد شناوي حارس مرمى النادي الاهلي، معاه محمد ابو جبل من الزمالك، ومعاه محمد بسام اللي مقدم موسم محترم جدا الحقيقه من طلائع الجيش، ومعاهم كمان محمد صبحي من فاركو. خط الدفاع عندنا احمد فتوح وعبد الشافي من الزمالك، محمود حمدي الونش من الزمالك، ايمن اشرف من الاهلي، علي جبر من بيراميدز، باهر محمدي اسماعيلي، احمد توفيق بيراميدز، واكرم توفيق من النادي الاهلي. خط الوسط او خط النص هيكون فيه حمدي فتحي من الاهلي، عمرو السوليه، طارق حامد، مهند لاشين طلائع الجيش، واحد من اللعيبه اللي قدمت موسم رائع جدا جدا الحقيقه، ومحمد مجدي قفشه، ومعاهم عبد الله السعيد. اما بالنسبه لخط الهجوم فمحمد شريف، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، احمد سيد زيزو، واحمد سمير برضو الحقيقه اللي مقدم موسم اكتر من رائع، ولعب مباراه كبيره جدا في مباراه نهائي السوبر او مباراه سوبر مصري اللي جمعته مع النادي الاهلي، وممكن يبقى اضافه قويه جدا للمنتخب. بالاضافه اللي احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الراجل قرر ان هو يضم كل المحترفين تقريبا، يعني فيش حتى الناس اللي ما ضمتش قبل كده هينضموا في المعسكر اللي جاي بتاع المنتخب، حتى منهم يمكن عمر مرموش لاعب شتوتجارت الالماني، وبالتالي الراجل عايز يدي مساحه لانه يتفرج او يشوف كل اللعيبه اللي هيشتغل معاهم الفتره اللي جايه، ويتبقى البدايه بالمعسكر ده. نتمنى انه يكون معسكر ناجح، ونتمنى عشان ما نحملش الراجل فوق طاقته، مدرب كبير واظن حضراتكم سمعتوا تقييمه في الفتره الاخيره في مختلف الاستديوهات وعلى مختلف وسائل الاعلام المرئيه منها والمقروءه، فبالتالي راجل من ناحيه الاسم لا راجل سي في محترم جدا وعنده مشوار ناجح، سواء كنا بنتكلم على انديه او بنتكلم على منتخبات. يبقى انه عشان نحاسب الراجل او نقيم اداء الراجل طبعا الناس هتحكم مباراه ليبيريا، وده في ظلم كبير جدا مش بس لكارلوس كيروش، للجهاز كله. وفي اغلب الظن اعتقد انه الاسماء اللي حضراتكم شفتوها طبعا كابتن ضياء السعيد كان ليه دور كبير جدا في اختيار الاسماء دي، وخصوصا ان في بعض الاسماء اللي ما كانش حد يتوقع انها يكون ليها دور مع المنتخب في الفتره دي، لكن واضح جدا انه التقييم بناء على الاداء وبناء على الفعاليه، لانه في اسماء كانت بعيده عن المنتخب انضمت ومقدمه موسم واحنا طرحنا ده وقلت لحضراتكم، وكان في اسماء ثانيه انا شخصيا اتمنى ان انا اشوفها في القائمه الاوليه من باب انه الراجل يتفرج لايف، يعني بدل ما نجيب له شرايط، وبالتاكيد مهما جبت له مباريات مسجله او ماتشات قديمه، مهما جبت له شرايط مش هيبقى عنده القدره على تقييم او متابعه كل الماتيريال دي. لكن في النهايه في اسماء الحقيقه كتير كمان كانت تستحق انها تكون موجوده، ولكن على كل حال خلينا نعدي المرحله ونطمن الاول على ماتشين ليبيا، وسيبوا الراجل يشتغل وما تحاسبوهوش على نتيجه ليبيريا. نتيجه ماتش ليبيريا ده هيبقى تجربه، النتيجه ليست لها يعني مهمة، ممكن على الناحية النفسية والمعنوية تفرق مع المنتخب وهو رايح ليبيا، لكن في النهاية الأكثر من ده إنه الراجل يحاول يشتغل ويحاول يشوف العناصر بشكل مباشر وهي تحت قيادته في المعسكر وفي ماتش ليبيريا. نروح لليفربول، طبعا صلاح الحقيقة يعني مبتدي الموسم ده بشكل أكثر من رائع، إنجاز ورا إنجاز ورقم قياسي ورا رقم قياسي بيحققه محمد صلاح النجم المصري اللي الحقيقة بقى أيقونة، يعني أيقونة في ليفربول قبل ما يكون أيقونة مصرية. إحنا كمصريين مبسوطين وسعداء جدا بالنجاحات اللي بيحققها محمد صلاح في مشواره الاحترافي، لكن كمان خليني أقول لكم إنه مع الإحساس بالفخر والسعادة دي خليني أقول إنه حتى في ليفربول النهارده محمد صلاح بقى واحد من أكبر الأسماء، مش في الجيل الحالي، أنا بكلمكم على مدار تاريخ ليفربول كله، صلاح بقى واحد من أهم الأسماء اللي لعبت للنادي ده. صلاح أصبح عاشر أفضل هداف في تاريخ النادي في كل المسابقات، وصل رصيده من الأهداف ل 131 هدف، ومتجاوز للرقم اللي كان مسجل باسم سام رايبولد. ويمكن بالمناسبة دي حساب الرسمي ليفربول على إنستغرام حط القايمة اللي فيها أسماء أفضل الهدافين للنادي في كل المسابقات، ودخل فيها صلاح في قايمة أفضل 10 هدافين زي ما قلت لحضراتكم برصيد 131 هدف، مع اعتبار ان مشوار صلاح مع ليفربول ممكن يمتد لسنين طويله جدا، وصدارته اذا ما قرر طبعا صلاح انه يستمر مع ليفربول
وهو القرار الانسب من وجهه نظري يعني. ما اعتقدش انه مهما في ممكن رغبه انك انت اسمك يرتبط بانديه كبيره جدا زي الريال ممكن، زي برشلونه ممكن، لكن المجد اللي هيحققه صلاح في دي وجهه نظري، وفي النهايه ده طبعا قرار صلاح مش قراري يعني، لكن المجد اللي ممكن يحققه صلاح مع ليفربول اعتقد هيبقى صعب جدا 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 يحققه في اي نادي تاني. المكانه اللي ممكن يوصل لها صلاح وهو سنه بالمناسبه صغير، يعني في ناس بتقول صلاح كبر، لا صلاح لسه بالطريقه والاسلوب اللي هو بيحافظ بيه على نفسه وبيطور من ادائه، واحنا شايفين النهارده ميسي ورونالدو بيلعبوا 36 و35 سنه او 36 و34 سنه ولسه في قمه عطائهم، وبالتالي مشوار صلاح ان شاء الله يكون ممتد لسنوات في الملاعب، وبالتالي الارقام اللي ممكن يحققها صلاح في مواسم قادمه ممكن تاخده في حته تانيه خالص. هو طبعا سجل هدف امبارح في مباراه مخيبه للامال بالنسبه لعشاق ليفربول، لكن هدف سجله كان مهم جدا في مشواره، وصل بيه للرقم 131، سجله طبعا في برنتفورد المباراه اللي انتهت بالتعادل 3-3 اللي اتلعبت على جريفن بارك، وده طبعا في بدايه انطلاقه الموسم. انت بتتكلم على موسم طويل، احنا بنتكلم لسه على الجوله السادسه، فبالتالي هو مش بس رقم قياسي لكن كمان بيعزز من فرص صلاح في المنافسه على لقب هداف الدوري، وبيوصله ل 131 هدف في اجمالي البطولات اللي شارك فيها عشان يدخل في قائمه افضل 10 مهاجمين بالنسبه لليفربول. نتكلم على 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 131 هدف في ثلاث مواسم، في حين انه مثلا سام رايبولد اللي كان مسجل 130 هدف اللي كان سابق صلاح او مع صلاح في نفس المكانه سجل 130 هدف في 226 مباراه في كل البطولات، وده يوريكم الفارق ويوريكم كمان امكانيات او قدره صلاح على انه يحقق ارقام كبيره جدا في المواسم اللي جايه. ناخدكم لكوره شويه، النهارده جايبين لكم ماتشين، واحد من المانيا وواحد من هولندا، والماتشات اللي بيبقى فيها سكور بتبقى دايما فيها متعه، لانه اي فريق بيكسب او بيطمن لانه يكسب المباراه بيتخلص تماما من حاله الضغط العصبي وحاله التوتر وحاله الرغبه في الاطمئنان على النتيجه وبيلعب كوره حلوه. هنروح لالمانيا الاول وتحديدا مع لايبزيج اللي حقق فوز بنتيجه 6 أهداف على فرقه هيرتا برلين، وهنتابع مع حضراتكم مهرجان اهداف الحقيقه رائع جدا، وبالمناسبه الجون الثالث اعتقد طبعا اسيست من غير ما تلمس الكوره، يعني انا بشوف انه الاسيست مش اللاعب اللي لعب الكوره ولكن الاسيست هنا اللاعب اللي فوت الكوره. اسيست اكتر من رائع سجل منه لايبزيج اول اهدافه في بدايه المباراه في الدقيقه 15 تحديدا، وبعد كده عزز لايبزيج من فرصه. الكوره سهله جدا وفي ثواني بسيطه جدا، انت مش محتاج تناور لمده التحركات يا جماعه، ازاي تتحرك من غير هو ده نموذج التحرك من غير كوره. الكوره دي لما طلعت من ايد الجول كيبر طلعت وفي خلال 4 نقلات وفي مده لا تتجاوز العشر ثواني كانت متسجله هدف في شباك هيرتا برلين، وده الشغل التكتيكي، ازاي الفرقه بتتحرك من غير كوره. الكوره دي بتاعت قفشه على فكره، كوره قفشه يمكن كمان كانت اسهل من الفرصه اللي ضاعت تحديدا من قفشه في ماتش امبارح، كوره قفشه يمكن كانت كمان اسهل منها، وبيتهيألي قفشه قدرات قفشه تقول ان الكوره بتاعت امبارح كانت محتاجه تخلص بوش الرجل، يعني لو كان فكر يحطها ياخد المخاطره ويحطها بوش رجله، بس هو حب يضمنها زياده فضاعت اتحطت في الشبكه من بره. هدف رابع لهيرتا برلين من ضربه جزاء، هدف خامس من تصويبه اكتر من رائعه فاول من بره ال 18، ورغم كده الحقيقه ما كانش فيه يعني اكتفاء بالنتيجه لكن كان في اصرار على احراز هدف سادس بتصويبه مراوغه الاول ثم تصويبه طبعا بمنتهى السهوله، خط الدفاع منهار عشان لايبزيج يحسم المباراه بنتيجه 6-0. مباراه ثانيه الحقيقه من الدوري الهولندي واياكس امستردام اللي بيعيش فتره من افضل فتراته الحقيقه، مباراه قدر فيها ان هو يتغلب على جرونيجن بنتيجه 3-0، 3 أهداف بدون مقابل. كوره صعبه جدا على فكره الهيد ده، انك انت تتحرك مش للمرمى، يعني دايما لما بيبقى المهاجم بيجري ناحيه المرمى والكره تتلعب عرضيه بيبقى في قوه اندفاع تخليه يحط الكره باريحيه وبقوه، لكنك انت تتحرك لورا بعيد عن الجون وتسجل الكره بالدقه دي، ده شيء الحقيقه فيه يعني امكانيات كبيره جدا. استمر اياكس امستردام في الضغط ومن كره عرضيه بمنتهى السهوله، طبعا ما كانش دي فرصه ضايعه بمنتهى السهوله، دايما برضو خدوا بال حضراتكم انه
ودي جزء من ملكات المهاجمين، يعرفها لعيب زي محمد شريف، يعرفها لعيب قبل كده زي عماد متعب، الناس اللي عندها الحساسيه انها تتمركز صح، تتحرك صح، وتتوقع الباس جاي منين جوه منطقه الجزاء. هدف اكتر من رائع بتصويبه بعيده المدى الحقيقه، يمكن صحيح على طريقه محمد صلاح، فيها شبه كبير جدا من التحرك، انك تقطم لجوه الملعب وتخلص الكره في البعيده برجلك الشمال. واللعيبه دايما اللي بيلعبوا برجليهم الشمال بتبقى عندهم، مش عارف يمكن دي ملاحظه شخصيه ممكن تبقاش دقيقه، بيبقى عندهم قوه دايما في التصويبات. هدف ثالث بيخلص بيه اياكس على المباراه وتحسم المباراه، نتيجه المباراه بنتيجه 3-0. خلينا نروح لانفوجراف هنتكلم فيه اكتر، او هنروح مع حضراتكم فيه للبريمير ليج، وهنتكلم ازاي البريمير ليج، ازاي المسابقه دي بتمثل قيمه مهمه جدا، قيمه مضافه للاقتصاد الانجليزي بشكل كامل. ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه. الكره في المانيا والكره في انجلترا هتكون محور الفيديو كونفرنس النهارده، لانه ببساطه شديده جدا معانا واحد من نجوم المنتخب الالماني، وكان واحد كمان من نجوم ليفربول الانجليزي ودورتموند الالماني، كارل هاينز ريدلي، نجم منتخب المانيا، ليفربول، دورتموند، وبالمناسبه كمان كان بيتولى مسؤوليه تدريب فولهام الانجليزي، هيكون معانا طبعا على شاشه الاهلي في السادسه. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك في السادسه. يا انا سعيد ايضا لك، اهلا وسهلا. يعني الحقيقه هبتدي معاك بما انك انت كنت واحد من نجوم ليفربول الانجليزي، خليني ابدا معاك بالنجم المصري محمد صلاح والارقام القياسيه والمستوى والاداء الجيد جدا اللي ما زال حتى اللحظه في تطور. رايك ايه في مشوار محمد صلاح وفي دخوله قائمه افضل 10 هدافين مع ليفربول الانجليزي؟ بكل تأكيد أنا من وجهة نظري ليفربول هو فريق رائع، فريق متكامل. محمد صلاح واحد من أهم وأحسن اللاعبين في العالم وفي ليفربول في الوقت الراهن. منذ انضم محمد صلاح إلى ليفربول وهو يظهر مستوى رائع ونتائج ممتازة بكل تأكيد. مين المنافسين الأبرز من وجهة نظرك لمحمد صلاح، مش بس في ليفربول ولكن في الدوري الإنجليزي بشكل عام؟ السؤال مرة أخرى، بسألك على مين من وجهة نظرك هم المنافسين. يعني محمد صلاح بقى واحد من أهم نجوم الكرة في العالم، بقى هداف مرشح دايما للقب هداف الدوري الانجليزي، من وجهه نظر ريدلي مين هم اللاعبين او الاسماء اللي بتنافس محمد صلاح في الجزئيه دي؟ اعتقد محمد صلاح كما ذكرت هو من افضل اللاعبين، رونالدو على سبيل المثال وميسي هم من افضل اللاعبين، ليفاندوسكي ايضا، مو أثبت أنه واحد من الأهم وهو أيضا في نفس المستوى كما ذكرت لحضرتك. في بعض الآراء بتقول أنه محمد صلاح هو الأقرب لخلافة الحقبة أو الفترة اللي كان فيها رونالدو وميسي هم الأبرز على مستوى الكرة العالمية، تتفق ولا تختلف مع وجهة النظر دي؟ أعتقد ذلك، محمد صلاح أيضا واحد من أهم الثلاث لاعبين. على سبيل المثال هذا الموسم ميسي ليس من أفضل ثلاث لاعبين في العالم في التقييم لهذا العام لهذا الموسم. أنا أعتقد مو صلاح هو الأفضل، هو وضع نفسه بكل تأكيد في نفس مستوى ميسي ورونالدو، وأعتقد أن مو صلاح طور نفسه بشكل كبير مع ليفربول وسيكون ايضا ودائما في الواجهه ايضا. يعني بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد ورحيل ميسي عن برشلونه، بعض التقارير ربطت اسم محمد صلاح بالناديين دول على وجه التحديد، من وجهه نظر كارل هاينز ريدلي هل الافضل لصلاح انه يكمل مشواره الاحترافي مع ليفربول، ولا من الممكن ان هو دلوقتي يحقق نجاح لو خط تجربه جديده مع اي من الناديين دول؟ أنا أسعد وسأكون سعيد جدا عندما يلعب محمد صلاح مع ليفربول لأعوام كثيرة ولأعوام قادمة.
فأنا سأكون سعيد جدا بكل تأكيد. أما إذا كان صلاح سوف يعني يذهب لريال مدريد أو برشلونة، أعتقد هو 29 عام، لم يعد صغير لحد ما، ولكن محتمل ربما يكون الانتقال لريال مدريد أو برشلونة هو خطوة كويسة وممتازة له في تاريخه، ولكن أتمنى أن يظل مع ليفربول. المردود اللي قدمه ليفربول في بداية مسابقة أو بداية السيزن في البريمير ليج، هل تعتقد أنه يسمح له بأن هو ينافس بقوة على تحقيق لقب الدوري؟ بكل تأكيد هو يحتل المرتبة الأولى، المركز الأول في جدول الدوري، في يمتلك لاعبين رائعين، وأيضا يمتلك أفضل مدرب في العالم من وجهة نظري، ومن أفضل المدربين، ويمتلك لاعبين زي مثل صلاح ومثل ماني وفيرمينو. أعتقد ذلك، أعتقد سينافس بكل تأكيد على تحقيق اللقب هذا العام. يعني لو طلبت منك تختار أفضل ثلاث أندية بناء على التقييم الأسابيع الأولى في البريمير ليج، أفضل ثلاث أندية لديهم القدرة على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، هتختار مين؟ مان سيتي ظهر بشكل كبير وقوي، أفضل ثلاث أندية تشيلسي، ليفربول، ومانشستر يونايتد من وجهة نظري. طيب من وجهة نظرك أنت اخترت ناديين بيتولى مسؤوليتهم اثنين مدربين ألمان، توماس توخيل لتشيلسي ويورجن كلوب لليفربول. إزاي بتشوف مشوار الاثنين دول تحديدا كمدربين ألمان، وأنت كنت مدرب سابق لفولهام الإنجليزي في البطولات الإنجليزية أو في الدوري الإنجليزي؟ بكل تأكيد نعم، يملكون بروفايل وكارير رائع. يورجن كلوب كان زمان مع بروسيا دورتموند في البداية، ومنذ وجوده مع بروسيا دورتموند تطور، وهو يعد واحد من أفضل المدربين في العالم بكل تأكيد. يورجن كلوب، توماس توخيل حقق الشامبيونز ليج الموسم الأخير وينافس بقوة ويظهر بشكل رائع، يمتلك فكر وفلسفة قوية تجعله هو أيضا واحد من أهم وأقوى المدربين. أنا أعتقد من وجهة نظري الاثنان يمتلكون كارير وبروفايل قوي جدا. هتنقل معاك من الدوري الإنجليزي شوية للكلام على الدوري الألماني، ويمكن وإحنا بنتنقل من دورين، يعني لو سألت أغلب جمهور الكرة في العالم مين هو البطل المحتمل للدوري الإنجليزي، هتجد إجابات كتيرة جدا مختلفة. ناس هتقول يونايتد، ناس هتقول سيتي، ناس هتقول ليفربول، وناس هتقول تشيلسي، وممكن ناس ترشح فرق زي توتنهام مثلا. لكن لما تيجي تسأل نفس السؤال ده أو تكرر نفس السؤال ده في الدوري الألماني، فمعظم الإجابات هتكون أكيد بايرن ميونخ. بداية إزاي بتشوف انطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الألماني، ومن وجهة نظرك تقييمك لفكرة إنه بايرن ميونخ هو المرشح الأوحد في ألمانيا لكل الألقاب، دي ممكن يكون تأثيرها إيه؟ بكل تأكيد أنا لا أرى أن هذا شيء رائع، لأني فان وأتابع وأحب بروسيا دورتموند، وأتمنى أن بروسيا دورتموند ينافس ويحقق أيضا ألقاب. بايرن ميونخ هو الأقوى كما ذكرت، نعم أتفق، وهو ومن أفضل الفرق أيضا التي تأتي بعد بايرن ميونخ كما ذكرت، بروسيا دورتموند، لايبتسيغ أيضا، ولكن بايرن ميونخ يمتلك الأفضل اللاعبين ودائما ينافسون على بطولات محلية، وليس فقط محلية بل بطولات عالمية مثل الشامبيونز ليج. فأنا أرى أن البايرن ميونخ هو في المكان الصحيح منذ أعوام، ينافس وينافس الفرق القوية، الفرق الأسبانية والفرق الإيطالية وكل الفرق في العالم بكل تأكيد. النسخة دي من الدوري الألماني من البونز ليجا، هل تتوقع أن يكون في منافسة قوية على اللقب، ولا برضو هيكون الأقرب ليه هو فريق بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ؟ يا
المنافسة دائما موجودة في البوندسليغا. بروسيا دورتموند على سبيل المثال ولايبتسيك كما ذكرت، أعتقد هناك بعض الاضطرابات، ولكن سيظلون هم المنافسون الأقوى لبايرن ميونخ في البوندسليغا. بكل تأكيد بايرن ميونخ يسود البطولات ويمتلك كل القوة لتحقيق البطولات بكل تأكيد، ولكن سيظل بروسيا دورتموند أيضا منافس قوي. طيب المنافسة مش بس في الملعب، لأن في منافسة كمان على أسماء الصفقات، وبما أنك أنت واحد من جمهور الدورتموند ولعبت بالفعل لبروسيا دورتموند قبل كده، فبالتأكيد تألمت من عملية انتقال ليفاندوفسكي من دورتموند لبايرن ميونخ. هل تتوقع ان السيناريو ده ممكن يتكرر مره ثانيه مع ايرلينغ هالاند مهاجم دورتموند الحالي؟ سؤال صعب. اتمنى واعتقد ان هالاند سيظل وقت اطول مع بروسيا دورتموند. يسالون في أرقام كبيرة، يطالبون بأرقام كبيرة في لهالاند، ولكن من وجهة نظري الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي مثل باريس سان جيرمان هم الفرق الأقوى والذين يستطيعون ضخ أموال وشراء هالاند. أما في البوندسليغا لا أعتقد أن بايرن ميونخ قد يسعى لذلك أو يدفع هذه الأموال في هالاند. طول العمر الناس اللي بتتابع الكره الالمانيه او بتحب البوندسليغا بتشوف فريق دورتموند مهما استغنى عن اسماء نجوم عنده قدره دايما ان هو يكون منافس قوي وانه يقدم كره ممتعه، لكن بالنسبه لهم علامه استفهام كبيره جدا عدم قدرته على تحقيق الالقاب. وعلامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لكم انتوا حتى كمشجعين بروسيا دورتموند، ليه الفريق ما بيحافظش على نجومه عشان يقدر يحقق بطوله زي بطوله الدوري الالماني او يحقق بطوله زي بطولة الشامبيونز ليج، وهو دايما عنده اللاعبين القادرين ان هم يوصلوا للهدف ده؟ بكل تأكيد كان هناك لاعبين كبار فعلا مع بروسيا دورتموند، واتفق معك لو حافظ بروسيا دورتموند على مثل هؤلاء اللاعبين لحقق بطولات ولا نافس بشكل افضل على الشامبيونز ليج او البطولات الاوروبيه ايضا، اتفق معاك بشكل كبير. ولكن المرتبات والاموال والقيمه السوقيه للاعبين هنا تختلف. اعتقد ان هناك قاعده او استراتيجيه لبروسيا دورتموند في بيع لاعبين او تسويق هؤلاء اللاعبين الكبار، فهم ياتون باللاعبين ويعملون ويشتغلون عليهم لتطويرهم وظهورهم بشكل قوي. واتمنى ان يحافظ بروسيا دورتموند على مثل هذه اللاعبين في الاعوام القادمه. خليني اخذك لمنافسه من نوع ثاني بين دورتموند وبايرن ميونخ، ولكن المره دي على مستوى اللاعبين. كتير من الاراء على فكره بالمناسبه على مستوى العالم بتشوف انه اثنين من افضل المهاجمين في العالم دلوقتي بيلعبوا في البوندسليغا، تحديدا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وايرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند. ازاي بتشوف المنافسه بين الاثنين، قدره اي اسم منهم على تحقيق لقب الهداف، وخصوصا ان هما الاثنين كمان بالمناسبه عندهم في رصيدهم 7 اهداف لغايه اللحظه دي؟ المنافسه رائعه وقويه بينهم بكل تاكيد. نعم نمتلك افضل لاعبين ومهاجمين في البوندسليغا. نعم اتفق تماما، وهم من اهم اللاعبين ومن اهم المهاجمين بكل تاكيد، ليس فقط في البوندسليغا. ليفاندوسكي وهالاند سيظلون دائما في المنافسة. أعتقد من وجهة نظري أن هالاند في الأعوام القادمة في السنتين أو الثلاث أعوام القادمين سيحقق المزيد والمزيد والمزيد. أعتقد ذلك وأتفق تماما أن هالاند أمامه مستقبل رائع، فهو لاعب غير معقول، لاعب رائع من طراز كبير، يمتلك قدرات هائلة بكل تأكيد. هالاند مين الأقرب لإحراز لقب الهداف في السنة دي؟ سؤال صعب. أتمنى هالاند
أن يصبح هداف البوندسليغا لهذا العام بكل تأكيد. أتمنى هالاند. أروح معك شوية للمنتخب الألماني، وبمناسبة الكلام على الاثنين الهدافين دول الكبار طبعا في الدوري الألماني، مش غريب شوية أنه أبرز هداف الدوري الألماني يبقوا واحد بولندي الجنسية وواحد نرويجي الجنسية؟ ألمانيا المانشافت اللي عودنا دايما على أنه راس حربة، بيقدم للعالم في كل جيل راس حربة من طراز رفيع. كل أجيال المنتخب الألماني قدمت رموز في مركز رأس الحربة، وفي الوقت الحالي ألمانيا تعاني بشكل كبير جدا من وجود رأس حربة بمواصفات إيرلينغ هالاند أو بقيمة روبرت ليفاندوفسكي. سؤال رائع. لا أريد أن أدمج الموضوعين في بعض. كما ذكرنا وشرحنا، ليفاندوسكي وهالاند هم من أفضل المهاجمين فعلا. ليس لدينا هذا المركز، لم يظهر بشكل قوي المهاجم القوي الألماني بكل تأكيد. فعلا أعتقد أن الفريق أو منتخب ألمانيا المانشافت في الأعوام القادمة يحتاج فعلا لتطوير هذا المركز لامتلاك مهاجم قوي مثل ليفاندوسكي أو هالاند. بكل تأكيد أتفق معك. إزاي بتقيم بداية مرحلة هانس فليك مع المنتخب الألماني، وهل شايف أنه المنتخب الألماني قادر على أنه يستعيد توازنه ويرجع لمكانته كواحد من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، وفرصه في نسخة كأس العالم اللي جاية 2022؟ نعم بكل تأكيد، يمتلك سكواد رائع وقوي هذا العام مع هانز فليك. المانشافت الألماني أعتقد لديه استقرار أكبر عما كان في المرحلة السابقة مع لوف. أعتقد في قطر العام القادم كأس العالم سنظهر بشكل قوي، وأعتقد أن الألمان والمنتخب الألماني سيصلون المراحل النهائية ويحققون إنجاز ذات أكبر مع هانز فليك. هانز فليك من وجهة نظري هو مدرب قوي ورائع، كما رأينا النجاحات والإنجازات التي صنعها مع بايرن ميونخ في الأعوام الماضية. أعتقد أنه سوف ينقل هذا النجاح وهذه القوة للمانشافت، وسيخلق في هذا الفريق هذه القوة لتحقيق الإنجازات مع المانشافت الألماني. بعد كأس العالم يبقى سؤال أخير عن نسخة الشامبيونز ليج، اللي يبدو أن كبار الفرق في أوروبا جاهزة للاستماتة على تحقيق اللقب. عندنا فرق كبيرة ضمت عدد كبير جدا من النجوم، فريق زي مانشستر يونايتد، فريق زي المان سيتي، فريق زي بي اس جي، مع القوى التقليدية اللي تبقى دايما عندها فرصة في تحقيق اللقب زي مثلا ريال مدريد، زي اليوفنتوس، زي الانتر. ازاي بتشوف فرص الفرق الألمانية وخصوصا بايرن ميونخ في تحقيق لقب الشامبيونز ليج الجديد؟ كل عام فعلا نرى أن نفس الفرق هم المرشحين بكل تأكيد كما ذكرت، ولكن هذا العام مانشستر يونايتد على سبيل المثال فريق قوي، وأعتقد أنه سوف ينافس بشكل كبير. رأينا أيضا فرق ممتازة ورائعة، فرق على سبيل المثال سويسرية أو إيطالية، فرق ظهرت. وعندما نتحدث عن بي اس جي يمتلك ميسي ونيمار وامبابي، فريق قوي يمتلك سكواد قوي ايضا رائع. تشيلسي كما ذكرنا، نعم هم التوب، الفرق التوب واقوى المرشحين. اتمنى طبعا بكل تاكيد ان الفرق الالمانيه تجد حظوظا او يكون لها حظوظا اكبر في الشامبيونز ليج هذا العام. كل سنه يعني تختلف المنافسة والقوة. بروسيا دورتموند أتمنى له ظهور بشكل قوي، وأتمنى ذلك وأعتقد ذلك أيضا. كارل هاينز ريدلي طبعا نجم المنتخب الألماني، ليفربول وتوتنهام وليفربول السابق، بشكرك شكرا جزيلا. سعداء جدا بأنك كنت موجود معنا على شاشة النادي الأهلي. فقراتنا في السادسة مع حضراتكم ما انتهتش، وحوارنا عن اللي فات تحديدا مباراة إمبي واللي جاي، وده الأهم بالنسبة لنا سواء في بداية موسم مشوارنا في الكاس، عندنا ماتش مع بيراميدز، أو
مشوارنا في دوري ابطال افريقيا مع جندرمري ناسيونال من بطل النيجر هيكون ممتد في السادسه، مع محلل الفني شريف سالم هيكون ضيفنا في السادسه بس بعد الفاصل. امبارح كان في حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم عليها في مباراه انبي. زي ما قلت لحضراتكم هو فوز غالي جدا لانه الاهلي ما كانش يحتمل اي مطب من اي نوع في التوقيت ده، ولا قدر الله لو كنا ما تاهلناش او ما كسبناش ماتش انبي امبارح ما كانش حد عارف ممكن توابع ده ممكن تكون ايه بعد طبعا خساره السوبر وبعد خساره لقب الدوري. القصه مش خساره لقب بس، يعني الفكره طبعا جمهور الاهلي متعطش تديله بطوله يقول لك انا عايز اللي بعدها، تحقق دوري ابطال يقول لك عايز سوبر افريقي، تحقق دوري مصري يقول لك عايز سوبر مصري، تجيب كل البطولات يقول لك انا مش هتنزل عن كاس مصر. ده شيء مفهوم وطبيعي جدا، لكن برضو باكد من وجهه نظر الجمهور في اعتقادي انه حاله عدم الرضا والاطمئنان ما كانتش بس متعلقه بخساره لقب، لان انا اكدت انه في مواقف كتيره جدا الاهلي كان بيخسر بطولات والقاب ولكن ما كانش بيبقى فيه القلق، ما كانش بيبقى فيه الغضب، او ما كانش بيبقى فيه عدم الرضا، لكن لانه الجمهور كان بيبقى حاسس انه اللعيبه عملت اللي عليها وزياده، اللعيبه ما قصرتش، ممكن يكون غاب عنها التوفيق، ممكن يكون اسباب خارجيه، وده حصل مع الاهلي كتير افريقيا ومحليا، لكن في النهايه الجمهور كان بيبقى راضي جدا ومحترم جدا المجهود اللي اتبذل من اللعيبه، وده يمكن كان مصدر قلق اساسي. امبارح كان في حاجات كتير جدا ايجابيه، تقدر تقول انها فرق عن المرحله اللي فاتت كلها، سواء ماتشات الاهلي الاخيره في الدوري او مباراه السوبر المصري. وكمان كان في ظهور جيد جدا ومبشر جدا لبعض الاسماء اللي انضمت لسكواد الاهلي الموسم ده. هنتكلم على ماتش امبي عشان ننقل منه على اللي جاي، واللي جاي كتير وصعب للاسف. عندك مواجهه مهمه جدا وصعبه جدا في كاس مصر مع بيراميدز، وعندك كمان طبعا بدايه انطلاقه مشوار دوري الابطال اللي بالتاكيد هو اهم لقب للجمهور، ويهمنا جدا نحقق النجمه رقم 11 ونحافظ على لقب حققناه في اخر موسمين متتاليين. هيكون معانا شريف سالم المحلل الفني نتكلم اكتر على ماتش امبي امبارح ونشوف ايه هي الايجابيات، ومفيش مانع كمان نتكلم على بعض السلبيات اللي محتاجين ان احنا نشتغل عليها في الفتره اللي جايه. شريف مساء الخير واهلا بيك معانا. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك. انا حابب ابتدي الحقيقه بتقييمك ورؤيتك للمردود او الاداء اللي قدمته الاسماء اللي ظهرت مع الاهلي امبارح في المباراه لمباراه امبي، زي احمد عبد القادر وزي ميكي وزي حسام حسن. نبتدي كده اخد كده تقييم سريع للثلاث لاعبين دول. احنا ممكن نبدا باحمد عبد القادر. اوكي، هو اكتر لاعب اخذ دقائق لعب في المباراه، اعتقد ان هو ادى اداء كويس شبه الاداء اللي كان بيقدمه في سموحه اللي على اساسه النادي الاهلي رجع اللاعب تاني من الاعاره. اعتقد ان هو ادى اداء كويس، ممكن يكون في شويه حاجات محتاجه بس تتظبط، الحاجات دي بتبقى ليها علاقه بفلسفه اللعب او باسلوب اللعب اللي في كل مره بنتكلم عنه في اول الحلقه، ازاي النادي الاهلي بيلعب، وهو ده اللي مستر موسيماني كان علق عليه في المؤتمر الصحفي وقال ان احنا عندنا بعض اللعيبه رجعت من الاعاره، اللعيبه دي محتاجه شويه وقت عشان تبقى بدنيا قادره تلعب لمده 90 دقيقه، والجزء الثاني قال ان لا اللعيبه دي بتحتاج شويه وقت جوه الفرقه علشان تقدر تتعلم احنا ازاي بنلعب. ظهور اول بالنسبه لعبد القادر تديله كام من 10؟ هديله يعني 10 من 10، لان اي لاعب بيدخل النادي الاهلي جديد او بيدخل المجموعه جديد بيحتاج دقائق لعب، دقائق لعب تدريجيه. طب نخليها 9 من 10 عشان الجون اللي ضيعه. نخليها هو اتعامل مع الكرة بشكل جيد. أيوه. لكن كان هو دايما اول ماتش بيبقى صعب، يعني اي لعيب حتى يعني ما دام خرج ويرجع مره ثانيه بيتهيالي المباراه الاولى دي بتبقى ليها حسابات مختلفه. عشان كده اعتقد اللعيبه اللي بتبدا اساسيه مع النادي الاهلي لما بترجع من بره تستحق 10 من 10. تمام. كل ان انت بدات واستمريت لمده 60 دقيقه وكان عندك اداء جيد، اي لاعب بيكون عنده مشاكل طبيعي خلال المباراه، مفيش لاعب بيقدر يؤدي المباراه لمده 90 دقيقه او حتى 60 دقيقه لو اخذ 60 دقيقه بس بشكل طول الوقت بالكيرف بتاعه عادي، لازم بتكون في ابس اند داونز في اللقاء، فاعتقد 10 من 10 يستحق احمد عبد القادر على البدايه. يستحق احمد عبد القادر كمان على الطريقه اللي كان بيلعب بيها مع النادي الاهلي، الديناميكيه اللي قدر يدخل بيها، ودي هيبقى لينا فيديوز في خلال الحلقه هنتكلم عن الديناميكيه دي، مش هيصعب كتير على موسيماني ان هو يقدر يدخل مع المجموعه اللي موجوده، فاعتقد هو لاعب جيد، ممكن يكون عنده شويه حاجات بسيطه محتاجه تتظبط كان ليها علاقه بالجزء البدني او ليها علاقه بالجزء الفني، لكن في النهايه هو خامه جيده بتدخل لمجموعه النادي الاهلي، واعتقد لاعب ممكن ياخد دقائق لعب على مدار الموسم. طيب ده راي المحلل الفني شريف سالم، راي الجمهور، يعني خليني برضو اقول احاول اوصل صوت الناس، انه الجمهور مراهن على احمد عبد القادر من واقع الموسم اللي فات ومن واقع امكانياته
بشكل كبير جدا، ياخد 10 على 10 متفق معاك في المباراه دي، او انا تقييمي انه ممكن يقل شويه لانه الفرصه اللي جات له وامكانياته بتقول انها كانت لازم تدخل جول، بس في النهايه انا بشوف انه سقف طموحات او توقعات جمهور النادي الاهلي من احمد عبد القادر الموسم اللي جاي كبير جدا، وبالتالي قدامه لسه كتير قوي يقدمه لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا ممكن ما اتفقش قوي مع وجهه النظر دي، انا مش هحط اكسبكتيشنز كبيره على لاعب لسه جاي من بره، خصوصا ان الولد كمان السن شويه صغير. فاعتقد ان هو ممكن يكون محتاج اكتر فرصه على مدار الموسم، لكن في النهايه بالنسبه لي هقدر اقول ان اللاعب جيد كبدايه. طيب، لكن ميكي. احط توقعات ما اعتقدش. ميكي تمام، يعني 30 دقيقه كويسين، 30 دقيقه بتوع الجيش كمان كانوا كويسين، يمكن اكتر من 30 دقيقه 60 دقيقه بالشوطين الاضافي. اتوقع ان هو لعيب كويس بالنسبه للنادي الاهلي، بيوفر للنادي الاهلي امكانيات مش موجوده في الاجنحه اللي موجوده في النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات، بيوفر حلول فرديه، بيوفر اختراقات من العمق، كل دي امور كان شويه النادي الاهلي بيفتقدها على مستوى الاطراف اللي كانت موجوده على مدار الموسم اللي فات، خصوصا الجناح اليمين، لان الجناح اليمين في بالنسبه لنا هو لعيب لينير اكتر، لعيب على الخط حسين الشحات، فهو بيقدم كمان اضافه ان انت بقى عندك لاعب يقدر يدخل للعمق، فالحلول اللي بقت بتتلعب من خلال الجناح اليمين في النادي الاهلي اعتقد بقت افضل في وجود مكسوني. كمان هو لعيب شوتر، هو لسه ما قدمش كمان الجوده دي، ما قدمهاش لجمهور النادي الاهلي، لكن مع الوقت ان اللاعب ياخد الثقه وياخد الجاهزيه البدنيه هنشوف كمان لعيب شوتر كويس قوي. طيب انا هاجل معاك، يبقى فاضل لنا كده من الجداد اللي ظهروا امبارح حسام حسن، ناجله لبعد الفصل ونرجع بقى نحلل اداء الاهلي. تمام، نشوف فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. في حاجات في ماتش امبارح لازم نقف عليها، يعني لازم نفوكس عليها ونركز عليها ونتكلم على انه تطور ما كانش حصل في الماتشات الاخيره عموما، يعني سيبك من ماتش طلع الجيش بس، لا انا بتكلم على ماتشات الاهلي الاخيره. والاهم انا قلت لحضراتكم انه انا يعني اغلب الناس اتفقت، انا مش بقول بس رايي، انا بقول راس، لانه انا يعني طول النهار الناس بتكلمني في الاهلي وكره الاهلي ولاعيبه الاهلي، انا بحاول دايما اقول برضو صوت الناس بتتكلم في ايه. الناس شايفه انه الاهلي لعب مباراه كويسه افضل بكتير جدا من كل اللي فات، على مستوى الضغط، على مستوى الاستحواذ، على مستوى تحرك اللاعبين وتمركزهم في الملعب، على مستوى صناعه الفرص. انت امبارح عملت فرص كتير، الماتش ده لو حطينا اللمسه الاخيره على جنب كان يخلص سكور تقيل جدا للنادي الاهلي، لكن غياب التوفيق جزء منه مرتبط ب تنشنت اللعيبه، جزء منهم مرتبط باستعجال اللعيبه على انها تجيب جول ممكن، لكن انت عملت فرص كتير جدا وكان ممكن الماتش ده زي ما قلت لحضراتكم يخلص سكور. خلينا نتكلم على ملامح الاهلي في ماتش امبارح، ونتكلم احنا محتاجين كمان في اللي جاي، في حاجات محتاجين ناكد عليها نعززها، وفي حاجات محتاجين كمان ان احنا نعالجها. بدايه خليني اسالك ملاحظه شريف على الفوارق اللي كانت موجوده بين اداء الاهلي في طلائع الجيش واداء ولعب الاهلي في ماتش امبي. احنا لو رجعنا بالذاكره شويه لورا هنلاقي ان النادي الاهلي لعب الجيش 3 مرات، مره قدام كابتن طارق العشري ومرتين قدام كابتن بسيوني. تمام، المرتين بتوع سوبر مصر، كاس مصر، نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر ومباراتين في الدوري. خلينا في المباراتين بتوع الدوري لان هو نفس المدير الفني فبنتكلم على نفس التكتيك. المباراتين بتوع الدوري احنا مباراه الدور الاول نهينا المباراه 2-1 في الدقيقه حاجه و90، مظبوط، ومباراه الدور الثاني 0-0، وهي دي كانت من ضمن المباريات اللي اثرت علينا في مشوار الدوري. المشكله اللي كانت عندنا في المباراتين دول هي ما كانتش مشكله دفاعيه، لان المباراتين دول على مدار ال 180 دقيقه فرقه الجيش صنعت فرصتين فقط للتسجيل، فرصه في يعني المباراه الاولى ما صنعوش فرص، المباراه الاولى صنعوا فرصه، المباراه الثانيه ما صنعوش فرص، كره احمد سمير ما بتعتبرش فرصه. تمام، لا كانت كره خطيره بالنسبه للمشجع، لكن بالنسبه كبيج تشانس لما بتتحسب يعني اكسبكتد جولز ما كانتش فرصه كبيره. المفاجاه ان مباراه الجيش في السوبر المصري على مدار ال 120 دقيقه الجيش ما صنعش ولا فرصه خالص، ما مش موجود هجوميا. فالمشكله فين بالنسبه للنادي الاهلي بقى؟ هجوميا في الدفاع بتاع الجيش. أيوة، هجوم النادي الاهلي مظبوط، دفاع الجيش، هو الجيش في الثلاث مباريات بيدافع بنفس الطريقه، وللاسف النادي الاهلي بيهاجم بنفس الطريقه، فهنا المشكله مش في دفاع الجيش قد ما المشكله في هجوم النادي الاهلي. الملعب فيه ثلاثة زونز احنا بنهاجم منها، او المدير الفني لما بيقعد يفكر انا ههاجم المنافس ازاي بيفكر في ثلاثة زونز، في ريد زون اللي هي زون 14، دي اخطر مكان بتقدر تهاجم منه الخصم. زون 14 بتاع فرقه الجيش
في مباراة الدور الأول كان فيها تقريبا 6 لعيبة، مباراة الدور الثاني كان فيها 5 لعيبة، مباراة السوبر كان فيها 6 لعيبة، فهو طول الوقت قافل المكان ده. طيب هل انت لما رحت على الأطراف قدرت تحل؟ لا ما قدرتش تحل، فانت الزونز اللي انت كنت بتروح تدور عليها علشان تهاجم منها، انت كفرقة بتهاجم كان عندك مشكلة كنادي أهلي، كان لازم تغير طريقة الهجوم. عشان كده طريقة الهجوم لما استمرت بنفس الطريقة والكابتن عبد الحميد بسيوني عزز الدفاع أكتر، هنا بقت المباراة صعبت أكتر على النادي الأهلي. فأعتقد المشكلة في مباراة الجيش كانت لازم أن أنت تهاجم بطريقة مختلفة. النادي الأهلي ما غيرش طريقة الهجوم بتاعته اللي بيهاجم بيها كل الفرق، لكن الجيش هو اللي استمر في طريقة الدفاع فانتهت المباراة بالشكل ده. لما نيجي ننقل ده على فرقة إنبي، تعال نرجع بقى بالذاكرة لورا شوية ونشوف عملنا إيه مع إنبي. هتلاقي ان مباراة الدور الاول انت في اول 3 دقائق ونص احرزت هدفين، مباراة الدور الثاني انت في اول 4 دقائق احرزت هدف، عشان بتهاجم بنفس الطريقه مع فرقه بتدافع بنفس الطريقه فبتستقبل اهداف بنفس الطريقه. فهنا نرجع بقى، هل انت بتذاكر كويس الفرق؟ لو احنا لما احنا ذاكرنا كويس فرقه ام بي، دي واحده من اكتر مميزات مستر موسيماني على فكره، المذاكره ده حقيقي. يعني هو عنده قدره انه يقرا ويحط سيناريو لكل خصم بشكل مميز جدا، وبالذات كمان بيظهر ده في الشوط الثاني. يعني التحضير قبل المباراه دي حاجه كويسه جدا، وقرايه المباراه في ارض الملعب في اول 45 دقيقه يترتب عليها قرايه ثانيه في الشوط الثاني كويس، يعني اديله فيها العلامه الكامله بصراحه. هنا بقى هنروح لانه هنا المشاكل مش باترن، دي اهم ميزه عنده الحقيقه. المشاكل مش باترن، يعني المشاكل دي مش نمط، ده مش شيء نمطي بيتكرر باستمرار فانت تقول ان الراجل ده عنده مشكله، لا انت بتشوف ان المشكله دي موجوده في حاجه معينه استثناء كان لازم الشغل عليها بشكل اكتر، مش هنقدر ننكر ده. لكن في النهايه هل الراجل بيشتغل كويس؟ بيشتغل كويس. مباراه انبي انت لعبت بنفس الطريقه في الدورين، سجلت بنفس الطريقه في الدورين، يعني لو شفنا الثلاث اهداف اللي اتسجلوا في اول 3 دقائق هنا واول 4 دقائق هنا هم نفس الثلاث اهداف بالظبط. انت لما بتقيم اداء مدير فني، يعني لما تيجي تتكلم على مستر موسيماني كمحلل فني مش كجمهور، مالكش على ما بتبصش لنتيجه المباراه، مظبوط ولا لا؟ مش ببص للنتيجه، بتشوف شغله في الملعب، التكتيك، تحركات اللاعبين، المحاور اللي بيهاجم منها وازاي بيتعامل مع الهجمات بتاع الخصم. وانا اعتقد لما تيجي تبص ده، شيل نتيجه 1-0 على جنب، لما تيجي تبص الماتش بتاع النادي الاهلي، لا انت امبارح وصلت لجون امبي كتير جدا، قفشه مضيع، شريف مضيع، عبد القادر مضيع، بيكسوني مضيع، يعني ضيعت فرص تقريبا مؤكده كتير جدا. النادي الاهلي امبارح عنده 11 هجمه منهم 7 فرص محققه للتسجيل، سجل منها للاسف جول واحد بس. مظبوط، هي دي بقى الحاجه الوحيده اللي ناخدها على اداء امبارح، اللمسه الاخيره. في مشكله في اللمسه الاخيره، في مشكله في اللمسه الاخيره محتاجين نشتغل عليه. شريف علامه استفهام، قفشه علامه استفهام، تهيألي من علامات استفهام. يعني قفشه طبعا عامل اسيست امبارح عالمي، الكره اللي عملها لصلاح اللي جه منها الجون مظبوط، هايله بصراحه. لكن غير كده احنا طبعا اللي بنشوفه ده الهايلايتس بتاعت الماتش، دي فرصه يعني واحده من الفرص، ومش فرصه مؤكده. لكن برضو بس مش عايزين نكون يعني بنتعامل بقسوه مع محمد شريف. لا مش قسوه خالص، بس انا بقول انه اللعيبه دي لو في حالتها الطبيعيه، ما هو اللعيبه دي مش بتاخد فترات راحه كفايه. فاللعيبه دي اجهاد، اتكلم على الاجهاد برضو، ومستر موسيماني كمان اتكلم على الاجهاد في المؤتمر الصحفي، ده هو الكلام كله في المؤتمر كان على حاله الاجهاد. واحنا اتكلمنا من شهر ونص هنا برضو في نفس الموضوع، انه الاجهاد ده امر انا مش هينفع اغفله في كره القدم. في الاخر اصل كره القدم بتعتمد على بني ادم، مظبوط، فالانسان ده ليه طاقه، الطاقه دي انا بشتغل عليها بشكل معين، وليه لياقه بدنيه، لو انا مش بديله راحات كافيه. ما هو نفس الكلام لو اللاعب ده، انا مش مختلف مع الكلام ده كله يا شريف، انا ابصم عليه بالعشر. انا السؤال اللي بساله واللي الناس كلها بتساله، الاجهاد موجود، السؤال هنتعامل معاه ازاي؟ لانه ده امر واقع ومفروض علينا كمان الموسم اللي جاي كله. وعشان كده الاداره حتى لما جت تفكر فكرت تقدم حلول في كل المراكز. يعني النهارده يعني لما قلت من فتره انه الاهلي النهارده عنده فرقتين، الاثنين يقدروا يلعبوا مع بعض في نفس التوقيت والاثنين يقدروا ينافسوا، ما هو ده كان وجهه نظر اداره او رؤيه اداره للموسم اللي جاي او لمستقبل الاهلي اللي جاي، في ظل التلاحم المواسم وفي ظل الالتزامات الكبيره جدا على مستوى انديه وعلى مستوى منتخبات. فرقتين النادي الاهلي لو عملوا تراي ماتش تسجل في مختار التيتش، هيبقى ماتش قوي جدا، من اقوى الماتشات في الدوري. تمام، فهنا ده هيبقى مدي مساحه كبيره جدا لمستر بيتسو موسيماني ان هو يشتغل بالمجموعه اللي موجوده معاه، ان هو يقدر بالمجموعه دي يوصل
لمرحله كويسه ان هو يعمل روتيشن كويس، فالناس تبدا تاخد فترات راحه كويسه. لكن احنا بنتكلم على راحه سلبيه، يعني ده جزء هيساعد بشكل كبير عمليه الروتيشن، ان انا رايح لعيبتي، فاللعيبه دي تاخد نفس كويس وتقدر تشتغل على الفتره طيب اللي بعدها. تعال نروح لملامح امبارح، نبتدي مثلا بالضغط، قدره الاهلي على الضغط والاستحواذ واستخلاص الكره، ازاي بتشوف تقييمك ليها في الماتش بتاع امبارح؟ احنا ممكن لو الفيديوهات بتاعه الضغط موجوده معانا هنبدا نتكلم على نفس الحاجه اللي بنتكلم عليها كل حلقه، علشان الحاجه دي مهمه جدا، لانه في الاخر انت لما بتتعامل مع مدير فني لازم وانت بتتعامل مع المدير الفني يبقى في اثبات ان الراجل ده بيشتغل بشكل كويس. فرقه انبي امبارح كانت بتلعب 4-1-4-1، ودي طريقه مختلفه عن الطريقه اللي واجهت بيها النادي الاهلي في اول مباراتين في الدور الاول والثاني الموسم اللي فات. هنلاقي النادي الاهلي بيمرر بنفس الطريقه، بيشتغل بنفس الطريقه، بيدور على المساحات برده بنفس الطريقه. يهمني في الفيديو حركه احمد عبد القادر في الملعب مع كهربا اللي بتثبت ان اللاعب دخل شويه تدريجيا هنا برده. ده كان في نهايه اللقاء بالمناسبه. ازاي النادي الاهلي بيتعامل مع عمليه الضغط في الدقيقه 88 في وجود بقى ارهاق نهايه المباراه، اللعيبه اوريدي عملت 80 دقيقه او 88 دقيقه. بس انك تتعامل مع الضغط وانت كسبان غير انك تتعامل مع الضغط وانت محتاج تسجل. الطريقتين شتان يعني الفارق. الفارق مش بيكون كبير قوي، لكن طبعا بيكون في فارق. الراحه النفسيه للاعب او احساسه ان هو مش ستريسد وهو بيمرر، دي حاجه بتبقى نسبيا مختلفه. احساسه على الاقل انه هادي. مش مستعجل يعني. مش احنا ممكن نجري الفيديو ده. نجري الفيديو ده. نفس الفيديو. اوكي. في حاجة بس مهمة عايزين يعني ده برضو عملية الضغط ازاي النادي الاهلي بيتعامل معاها. نشوف حركة بدر بانون. لو نقف لحظة بس، نفس الحركة بتاعت بدر بانون هي اللي احنا اتكلمنا عنها من حلقتين عن ياسر ابراهيم. ده بقى شغل المدرب، مش هينفع يكون شغل اللاعب فقط. تمام. احنا ادينا كريدت كبير لياسر ابراهيم انه ازاي اتحرك، ازاي اتحرك بظهره، ازاي الخطوات اللي اخدها علشان يفتح لنفسه زاوية التمرير، لكن كل ده بيرجع برضو للمدير الفني. في الفيديو ده والفيديو اللي جاي هنبدا نشوف طيب هل بدر بانون واليو ديانج اضافوا قوه هجوميه للنادي الاهلي؟ اضافوا قوه هجوميه للنادي الاهلي. معلش لو نرجع اول الفيديو لحظه نشوف بدر بانون بيخترق كام لاعب، اربع لعيبه من فرقه انبي بتمريره. ايوه، ودي كانت واحده من اهم مميزات واسباب تعاقد اداره الاهلي مع بدر بانون، انه مش بس مدافع جيد لكن كمان عنده قدره على بناء الهجمه بشكل بدر كويس جدا. بينقل النادي الاهلي بتمريره واحده زي اللي احنا شايفينها دي من المناطق التحضير لمناطق صناعه اللعب. تمام. يعني احنا بتمريره واحده بقينا في زون 14 في مناطق صناعه اللعب. نفس الكلام بدر بانون بيخرج وباس بدر مرتبط كمان بقدره لعيبه خط النص الاهلي ان هم يتحركوا في ظهر الخطوط بتاعت يلاقوا المساحات بتاعت ام بي او الخصم يعني، ويلاقوا المساحات. يلاقوا المساحات. لو هنربط ده كمان بقدره اليو ديانج مع بدر بانون ان هم يضيفوا قوه هجوميه، ده ديفندر، ده مدافع، وده لعيب مركز سته. هنا برضو اليو ديانج بيعمل كروس من حدود منطقه الجزاء، وهيعمل تمريره كمان لاكرم توفيق. هنا بنتكلم على انه مش بس نشوف ديانج هو كمان. كان واخد امبارح يعني ديانج برضو واحده من الملاحظات كان بيزيد كتير جدا. هي دي جوده ديانج. يعني دي جوده مش تكاد تكون مش موجوده في افريقيا. هنا اللاعب بيعمل تمريرة ترجع له تاني وهو مش بالانس، بيعمل تمريرة تانية بيطلع النادي الأهلي في هجمة، دي هجمة أحمد عبد القادر. فهنا بنربط ما بين القوة الهجومية والاثنين. يعني امبارح بدر وديانج كانوا إضافة لقوة الأهلي الهجومية، رغم الاثنين يعني في مراكز دفاعية لكن الاثنين كانوا ليهم دور هجومي واضح بشكل كبير. ده اللي يهمنا في الموضوع، قوة الاثنين اللعيبة في الجزء الهجومي، ازاي أضافوا قوة هجومية للنادي الأهلي، وده اللي ظاهر في الفيديوهات من خلال التمريرات او من خلال المساحات اللي بيقطعها اليو ديانج. الجوده الافضل في افريقيا على 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 مستوى لاعبين مركز سته. نبدا بعد كده لو هنروح كمان بقى ديانج دفاعيا. ازاي بقى ديانج بيدافع مع النادي الاهلي، دي برده جزء ما شاء الله. يعني القوه الهجوميه، القوه البدنيه هنا يعني تمام. دبابه ما شاء الله. ما شاء الله قوه يعني بدنيه. دي كره قفشه. دي كره قفشه. هنا هنقف لحظه واحده بس ونشوف اللاعب هو بيقطع ازاي زاويه التمرير. هو مش بيقطع من يعني هنا مش ضاغط على اللاعب. هو بيقفل الزاويه بتاع التمرير. واحده من اهم مميزات اليو ديانج يمكن المشجع مش بيشوفها بسهوله انه اللاعب بيقفل زاويه التمرير. نكمل. وقفل زاويه التمرير ده برده متوقع شويه
بقدره اللاعب على توقع الباس هيكون فين. مظبوط نفس الكلام. الملعب ده كبير قوي يا جماعه، يعني الملعب ده انتوا شايفينه في التلفزيون تحسوا ان الدنيا سهله، لكن انت لو حطيت رجلك على ارض الملعب هتحس قد ايه في مساحات كبيره جدا، وبالتالي عشان يبقى عندك قدره على التمركز. دي هنا ديانج برضو دفاعيا، بس احنا لو نرجع بقى للعبه دي من اولها ونمشي واحده واحده كده نشوف اليو ديانج بيعمل ايه. في هنا نقف لحظه بس، في حاجه مهمه جدا جدا، وهنا بيغطي على اكرم. في حاجه هنا مهمه جدا في الكوره اسمها الجيم انتليجنس. اللاعب مش بس بيبقى متمرن كويس، ربنا بيكون مديله جفت موهبه كبيره قوي اسمها الجيم انتليجنس، ذكاء اللعبه، ازاي اللاعب بيتعامل مع الكوره وهو في الملعب في حدود الملعب. نشوف ديانج بيعمل ايه. باك رايت، يعني هنا بيتعامل تماما كانه باك رايت. قفل كام زاويه تمرير؟ ثلاث مرات بيقفل زاويه التمرير. اللعبه بعد ما كانت كاونتر اتاك انتهت تمام. هنا اللي قطع بدر، بس انا الكريدت مش هيروح لبدر، الكريدت هيروح لتحرك ديانج. هيروح لتحرك ديانج. كام مره قفل زاويه التمرير في اللعبه دي هي اللي انهت الكوره من مجرد كوره مرتده خطيره على النادي الاهلي لهنا بقى الكوره بتمشي بشكل عادي. كام مره قفل زاويه التمرير؟ ثلاث مرات. انتهت الكوره بلا شيء. فطبعا دي بالنسبه لي واحده من الكرات المهمه جدا. بمناسبه كلامك عن امبي امبارح، انا بيتهيألي كمان انه نوقف الكره دي لشريف لحظات بس، انه امبارح ايمن وبدر الاثنين في شوطين، واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني، بدر شايل انفراد او شبه انفراد تقريبا، وايمن برده شايل شبه انفراد. دول هيروحوا الكريدت للاثنين دول، بس كمان لازم واحنا بنتعامل مع الكورتين دول نتعامل مع هدوء بدر بنون. ليه انا بجيب لاعب اجنبي؟ عشان دايما الناس كجماهير بتعلق على فكره ان انا بضيف لاعب اجنبي لمجموعه المدافعين. علشان الطريقه اللي بدر بنون تعامل بيها مع الانفراد ده هي الطريقه المختلفه اللي تخليك تجيب لاعب اجنبي مدافع. ناخد ارقام ديانج، ناخد ارقام ديانج يعني، ونقول ما شاء الله ما شاء الله. ديانج التمرير بتاعه 100% في كل حاجه. دي الجيم، وانت بتقول الارقام، الجيم اللي لعبه ديانج بيقول انه المستوى اللي قدمه يخليه يكون اساسي في الاهلي الفتره اللي جايه، اساسي في اي فريق في افريقيا والنادي الاهلي الاقوى في افريقيا. تمام، نشوف ارقام ديانج 100% في كل حاجه، مش محتاجين بقى نقول الارقام ان شاء الله. يعني يهمنا كمان التشالنج بتاعت اللاعب، ازاي اللاعب لما بيدخل تشالنج هجومي او دفاعي كسب 10 تشالنج من 17 دفاعيا وهجوميا، وده رقم جيد جدا. التمرير 100% تقريبا، التمرير العام 95%، لان اللاعب حاول يعمل ثلاث تمريرات داخل منطقه الجزاء. وهنا بيتحول من لاعب مركز 6 للاعب بلاي ميكر صانع العاب. بيمرر ثلاث تمريرات جوه منطقه الجزاء، واحده منهم بتكون سليمه واثنين مش كرات سليمه، من ضمنهم الكره اللي كهربا ما قدرش يستلمها بشكل كويس، فانا هحسبها لديانج انها تمريره سليمه، فهيبقى 2 هحسب عليها كهربا يعني. انا هحسب عليها كهربا، هيبقى 2 من 3، وبقيه التمريرات يعني ما شاء الله كلها تمريرات صحيحه بنسبه 100%. طيب نروح لديناميكيه الفريق، تمركز اللاعبين ازاي شفته في ماتش امبارح سريعا يا شريف، عشان عايز سريعا جدا اروح لحسام حسن. سريعا جدا، اتكلمنا في على الفيديوز دي قبل كده وعلى الطريقه بتاع النادي الاهلي، ممكن نمشي الفيديوهات من غير ما نقف عند اي حاجه، لكن يهمنا في الاخر الديناميكيه دي. دايما هنلاقي ان العامل المشترك فيها كهربا، واحد من افضل الاجنحه اللي موجوده في مصر، محتاج دقايق لعب اكتر من كده، محتاج يشتغل على نفسه اكتر من كده. كان وصل لفورم كويس مع نهايه الدوري، وصل لفورم كويس في المباراه، في واحده من الكرات للاسف مش موجود معانا الفيديو، لكن في واحده من الكرات كانت على الخط تعامل معاها بشكل كويس جدا، كان عنده بالانس، كان عنده قوه بدنيه، فيبدو ان اللاعب كان الفتره الاخيره بيشتغل بدنيا على نفسه بشكل كويس. معاه كريدت كبير، انا نفسي ان هو يكمل اكتر من كده، يعمل شغل اكتر من كده. يهمني كمان انه في المباريات الحمل الاقصى ياخد ده اكتر من كده. كهربا هو العامل الاساسي في ديناميكيه النادي الاهلي الهجوميه، في كل مره بنتكلم على النادي الاهلي ان الديناميكيه الهجوميه عنده هايله جدا وكويسه جدا وشكل الاهلي الهجومي قوي جدا، هنلاقي دايما ان العامل المشترك محمود عبد المنعم كهربا. اللاعب محتاج ده يلعب اكتر من كده، محتاج يشتغل اكتر من كده. كمان كريدت كبير جدا يروح ل احمد عبد القادر، اول مباراه لي مع النادي الاهلي كاساسي مع المجموعه الاساسيه، بيشارك في ديناميكيه النادي الاهلي. الفيديوز اللي كانت موجوده معانا او اللي موجوده معانا دلوقتي فيها احمد عبد القادر. طب نشوف الفيديوهات بتاعت الديناميكيه سريعا. فيها يلا. في الثلاث فيديوهات مره جناح يمين، مره صانع العاب، مره جناح شمال. تمام. الديناميكيه دي حصلت في 30 دقيقه فقط. هنا احمد عبد القادر بيطلع محمد شريف في كوره كويسه. تمام. من على مركز الجناح اليمين، صناعه فرصه. مظبوط. هنا محمد مجدي قفشه هو اللي جناح شمال، كهربا صانع العاب،
دي كرة واحمد عبد القادر جاي من الجناح اليمين، فهنا أيوة. الديناميكيه او التغير حصل ما بين قفشه وكهربا، دايما العامل المشترك كهربا، هنا احمد عبد القادر وبرده كهربا ومحمد مجدي قفشه جاي كمهاجم، محمد شريف جاي من مركز الجناح اليمين، فدي كلها ناخد جون حسام حسن. على فكره حسام، بس انا عايز اقول لك الناس حسبت لك الجون حتى لو اتحسب اوفسايد، عجبهم الجون وعجبهم هدوءك وعجبهم ستايلك وعجبهم كل حاجه، فاحنا هنعتبر الجمهور الاهلي هيعتبر لك الجون ده محسوب. انا في بس مسج قبل ما نتكلم على الهدف، في مسج بس انا عايز اوصلها لحسام حسن، مسج بسيط. انت كنت مراهن على حسام السنه دي. حسام حسن انا بس عايز اقول له مسج بسيط. اتفضل. حسام في كل كوره مع فرقه سموحه كان بيتعامل معاها بشكل كويس جدا، لانه كان نجم فرقه سموحه. فوجوده في النادي الاهلي مش بيقلل من نجوميته. فلازم هو كلاعب يكون المنتاليتي بتاعته قادر ان هو يكون مدرك ان انا جاي من سموحه كنجم وانا نجم في النادي الاهلي. مفيش حد نجم على فرقه النادي الاهلي، ده شيء معروف. بس الاهلي كله نجوم. لكن الاهلي كله نجوم، تعامل مع نفسك كانك نجم، فمهم جدا مع حسام حسن ان هو يتعامل كانه نجم. الهدف بقى مهم جدا في ازاي حسام حسن تعامل مع دقيقه معاك اخر دقيقة. اخر حاجه يلا. حسام حسن هنشوف بس الهدف، الهدوء جوه منطقه الجزاء والانهاء. اللي هو يعني هو التمويهه اللي نيمت الجون على الارض، ثبات انفعالي كبير جدا، مهاره كبيره جدا، رؤيه للمكان، عارف هو واقف فين، الدوران اللي عمله، استلامه للكوره، كل حاجه. دي نيمت الجون ودي سهلت الدنيا. حسام حسن الاولانيه دي نيمت الجون، نجم الموسم. الثانيه نجم الموسم على رؤيه شريف سالم طبعا، ومهاجم الحقيقه يعني بامكانيات كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله انه ينجح مع نادي الاهلي، ودايما بنقول ان المهاجم دونا عن كل المراكز المهاجم الصريح بيتعرض شويه لضغط زياده عن بقيه مراكز الفرقه، لكن ان شاء الله حسام يكون قدها ودود. انا سعيد الحقيقه بميكي جدا في ظهوره الثاني مع النادي الاهلي، ومراهن عليه بيرسي تاو يرجع ان شاء الله هيدي حلول. النهارده بتتكلم على قماشه تسمح للمدير الفني انه يعمل روتيشن باريحيه كبيره جدا، الحيره الممتعه بالنسبه له وبالنسبه للجمهور، تحب تبتدي مين النهارده هنا او هنا، وده هيساعد عشان ما نسمعش. انا مش حابب اتكلم في قصه الاجهاد دي كتير، اتمنى انه نقفل الباب ده، عندنا فتره ووقت يسمح لنا ان احنا نرجع حساباتنا، نقف على رجلينا، نرجع بمظهرنا وبقوتنا اللي جمهور نادي الاهلي مستنيها، وفي الامكان افضل بالتاكيد مما كان. السكواد محترمه جدا، الوقت دلوقتي اعتقد انه في صالحنا، ممكن نشتغل اكتر، نريح المجهدين اكتر، نعوض او نشتغل على الحاجات اللي فيها ممكن يكون اوجه قصور، ونرجع ان شاء الله باذن الله بدايه مشوار تكون انطلاقه سوبر بقى لاهلي يستحق انه يكون دايما في المكانه والترتيب رقم واحد. شريف نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجودك معنا في السادسة. اشكرك، انا كمان سعيد بوجودي، وان شاء الله الجاي احسن. اللي جاي صعب، اللي جاي بيراميدز، واللي جاي افريقيا، وان شاء الله باذن الله قدها قدود. وما ننساش في وسط كل ده عندنا مواجهتين في منتهى الاهميه، منتخب مصر ليبيا رايح ليبيا جاي، مهم جدا انطلاقه كارلوس كيروش، هنتكلم كمان على معسكر منتخب، هنتكلم على اختيارات كارلوس كيروش، هنتكلم على وديه ليبيريا. بكره ان شاء الله في السادسة تحياتي لكل جمهور نادي الاهلي، وقابل حضراتكم بكره ان شاء الله على كل خير.